نقطة على السطر عبر إذاعة صوت لبنان لنحكي عن الأسعار، عن شو عم تعمل وزارة الاقتصاد، كيف عم بتلحق بظل عدد المفتشين القليل وبظل كمان فوضى سعر الدولار. سجلت أسعار مختلف السلع والخدمات ارتفاع كتير كبير، وطبعا هو مؤشر الأسعار اللي بيستغرق سنوات ليقفز بهالمعدلات عم بيقفز كتير بين ليلي وضحاها. خلونا اليوم نحكي عن وزارة الاقتصاد شو عم تعمل، كيف عم بتلحق اليوم بظل عدد المفتشين الموجود، كيف عم تتعاون مع الناس، شو عم بيصير بالأسواق تحديدا، وغيرها من العناوين مع ضيفتنا اليوم مدير عام وزارة الاقتصاد علي عباس. صباح الخير. صباح الخير. أهلا وسهلا فيك. يعطيك العافية. أول شيء بنحمل لك يعني اليوم طلب من ضيفنا كان رئيس اتحاد نقابية المخابز والأفران كاظم إبراهيم. وزير الاقتصاد مش عم بيعطي موعد الدراسة طبعا اللي انعملت بوزارة الاقتصاد مشان ربطة الخبز، مش عم بيعترفوا فيها وبيقولوا لا انه بتخسرهم لأصحاب الأفران والمخابز، بدهم يعني حل آخر ما يكون على حسابهم. فاليوم فيكي تتوسطي لأن هني عم يطلبوا منه مواعيد ومش عم بيعطيهم. اليوم ما بدنا وساطة، بوزارة الاقتصاد مفتوحة للكل وهني بيعرفوا هيدا الشيء، وبالعكس نحنا مستعدين نساعد الكل. نحنا أكيد حريصين كتير على المواطن اللي هو الحلقة الأضعف، نفس الوقت نحنا حريصين على المؤسسات وعلى استمراريتها. نعم. شو الحل برأيك لهالقطاع يعني، وخصوصا أنه في أسئلة من مواطنين كتار عم بيقولوا أنه ربطة الخبز يعني هي عم بيصير شيء مش قانوني فيها، يعني المطلوب أنه يكون وزنها ألف جرام، ألف جرام عم بتكون 900 أوقات 800 أوقات 750 بالمجمل عم بتكون بين 900-925 حسب. هذا شيء مش قانوني يعني بالضبط، هي حسب القرار وزير الاقتصاد الألف جرام هني بألف 500 ليرة. اليوم في كتير متغيرات صارت لنكون واقعيين، ونحن مش بعاد عن الواقع وبالعكس نحن عم ندرس الواقع كيف هو، بس بنفس الوقت ما فيك ما تكوني بكل حواسك مع هالمواطن اللي هو ضعيف. صح. نعم. يعني هذا اللي بحب أقوله، بحواسك وبعاطفتك وبكل شيء ما فيك تكوني إلا مع هالمواطن اللي لو أنا بدي أفترض أنه كانت الأسعار بعدها هي ذاتها وبيظل الناس اللي تركت شغلها وعم تقبض نص معاش، فشو وضع بده يكون؟ فضربتين على الراس بيعموا بنص معاش أو ما في معاش، وبنفس الوقت غلا فعمل لك ضربتين على الراس بيقتله. فهذا المواطن الضعيف ما فيك تكوني إلا بكل إحساسك معه. نعم. إحنا عنا طحين مدعوم والمواطنين مش عم بيصدقوا، مش عم بيصدقوا إنه نقابات المخابز والأفران عم تخسر، وفي دراسة بتقول إنه مش دراسة عم يخسروا. هلا بفتكر عم يرجعوا يدرسوا الموضوع. آخر شيء قلت لك نحنا بالآخر ما فينا نكون إلا بكل حواسنا مع المواطن الضعيف، بس بنفس الوقت ما فينا كمان ما نكون حد المؤسسات واستمراريتها بس لما تكون عم تشتغل بحق. نعم. ونحنا لا بدنا حدا يخسر ولا بدنا إنه المؤسسات، لأنه لما بتخسر بتروح تسكر، وبالتالي بده يكون لها انعكاس كتير سلبي حتى على المواطنين وعلى العيال اللي بتخسر وظائفها. فنحن عم نتصرف بكل عقلانية بكل حق بكل موضوعية، وكل المواضيع عم ندرسها وبابنا مفتوحة لنناقش أي موضوع، ومننا مسكرين على حدا. بالآخر نحن وزارة يعني نحن قطاع عام مفتوح بابنا لكل العالم، مش إنه والله هذا بنستقبله هذا، بالعكس نحن مستعدين نناقش مع كل العالم. نعم. وعم نستقبل كل يوم ميات الشكاوى وعم نعالجها. طيب اليوم عم تستقبلوا ميات الشكاوى وعم بتعالجوها، يعني ميات ولا آلاف الشكاوى؟ لا ميات. ميات بعدكم بالميات. طب كيف عم تعالجوها؟ نحن عم نقول كيف عم تتصرف وزارة الاقتصاد بوقت ما كان في تفلت بالأسعار هالقد ولا فوضى بالدولار هالقد، كنتوا دايما بتطلعوا معنا وطبعا عبر الإعلام وتقولوا نحن ما عملنا مفتشين، نحن مش قادرين نوصل لكل المناطق، نحن عم نعتمد على المواطنين وعلى الشكاوى. حتى هلأ لو جيب معلش نوال نكون منطقين، أنا إذا بحط هلأ ألف مراقب هل هني بكفوا رائب كل المؤسسات كل يوم؟ ما فينا. نحن نتكل على المواطنين اللي هو الرقيب الأول على كل شيء. اليوم أنا كست بيت بعرف إذا عم تفرق الأسعار ولا لا، أنا كست بيت بعرف إنه هالسلعة منيحة ولا لا، أكتر ما إذا نزل المفتش أو المراقب على الطريق.
نحن طبيعي كل يوم موجودين بالأسواق. نحن هلأ نهار الخميس والجمعة واليوم عنا تدريب ل 120 طالب، هلأ عم ندربهم لحتى ينزلوا معنا على الأسواق مثل ما بنعمل كل سنة. على كل حال هذا مش شيء جديد، من 2015 نحن معتمدين هالسياسة هاي من شان الشفافية ومن شان بيساعدونا، مشكورين بيساعدونا كمتطوعين يعني بدون ما ياخذوا مصاري. كل شيء اللي بنعطيهم إياه هو شهادة خبرة بهالفترة اللي قعدوها معنا بالوزارة. فاللي بدي أقوله بدي أشكر هالطلاب، بدي أشكر المفتشين والمراقبين اللي هني على الأرض بصراحة عم يأكلوا الإهانات وعم يأكلوا المسبات، والعالم تعرفي كلها معصبة وكلها متوترة وكلها يدنا بالهوى سوا مثل ما بيقولوا. فهني كل يوم موجودين على الطريق. هلأ في شيء ما فينا ننكره، اليوم كل ما غلوا ما فيني أقول أنه اليوم الغلا في غلا مش مبرر. اليوم لما كان يشتري الدولار ب 1500 ليرة أو 1507.5 أو 1515، اليوم عم يشتري عم يوصل لسقف 2400 ليرة، 2004 و2003 وهلا 2005. فبالتالي ما فينا نقول اليوم انه بده يضل الاسعار زيتها، لانه المصارف مش عم تامن دولار للموردين. بس فينا نقول انه كل يوم بيغيروا. لا رح اقول شغله، نحن اليوم 90% من استهلاكنا مستورد. لا بس مش كل يوم عم بيغيروا، نحن عشان هيك عم نتواجد بالاسواق. لو كل شيء عادي ما بضيع وقتي انا هون. اليوم في غلا مبرر وبحق، وفي غلا ناتج عن جشع. مثل ما في هيك في هيك، في كتير مؤسسات محترمة حتى خففت من نسب أرباحها لنكون حقاويين من خلال رقابتنا على الأرض، بالوقت اللي في مؤسسات للأسف الكبير بتستغل الوضع وبتصير عندها جشع كبير وبتصير بقى تستغل المواطنين. هاي دول إن إحنا اللي عم نلاحقهم. نعم، مستقبل اتصال. ألو، مرحبا. مرحبتين، تفضل. أول شيء بما أنه الطحين مدعوم، أنا بعرف أنه مش بس بيبيعوا خبز الأفران، ما أني بيبيعوا إشي كتير كعك وغيره وغيره، وبيستفيدوا ما في يعني توهم مش للربح عنده كله. خبز الهامبرجر مثلا 6 حبات ب3000. لا هذا في شيء هون ما بيتضوى عليه مزبوط. هلأ بيندعم الريف بس ما بيندعموا الإشي التاني اللي تعتبر مثلا الحلويات اللي بيعملوا فيها. كل الطحين بيستعملوا لك كل شيء. هلأ أنا السؤال هيدا بس حبيت هيك بس أنا لحضرة المدير العام، الدخان السيدرز مثلا كانت ب1000 العلبة، 10000 الكروز، فجأة بس صار الغلاء. هيدا ما في شيء مستورد، هيدا كله صناعة محلية. صارت ب1005، صارت ب1750. في جشع بالسوق عند الناس اللي عم يستغلوا الفرصة. نعم، لحتى لي غلوا الأسعار بطريقة ما هيك عشوائية. يعني هون شو الدخان هذا أبيخده مثل. أنا بس حاب أقول لك علب الدخان هن مسعرين من قبل إدارة الحصر، ونحن من نلاحق على أساس السعر اللي بتحطه إدارة الحصر. بصرف النظر إنه بيتحجج عم بدفع بالدولار عم بدفع باللبناني، هن في علاقة مع إدارة الحصر وهي عم تسعر لهم على أساس إنه ما يخسروا. طبيعي نحن نظمنا عدة محاضر ضبط بمحلات عشان الدخان. يعني هلا في محلات بعرف عم أقول لك نحن في سعر رسمي، في سعر رسمي كل العالم عم تبيعها بالمفرب 1500 1750، بعد في سعر رسمي. نحن اللي عم بيغلي اكثر من السعر الرسمي عم يتحول على القضاء. مش واحد واثنين، كل العمل عشرات المحاضر نحن عاملين لحد موضوع الطحين. هلا الطحين مدعوم للكعك كمان ومدعوم لل بصراحه الطحين وكله هيدا 40,000. معك حق، نحن الطحين من صلاحيه المديريه العامه للحبوب والشمال دار السكر، وهي عم تتابع هذا الموضوع، هي عم تتابع التسعير. فنحن عم نراقب بالسوق. طبعا انت بتعرف نحن بظل اقتصاد حر الطحين مدعوم، بالاضافه نحن كل يوم في خناقه نحن واصحاب الافران، لانه مش بس مدعوم الطحين مدعوم، بالاضافه انه كمان عم يتامل الدولار للطحين وال القمح من مصرف لبنان بالسعر الرسمي. نحن عشان هيك مش مؤيدينهم انه هن عم يخسروا الى اخره، لانه نحن اللي عم نسعرها هي ربطه الخبز فقط لا غير. لا عم نسعر الكعك ولا عم نسعر الخبز الصغير ولا عم نسعر المناقيش ولا عم نسعر شيء من اللي بيعملوه الافران. معك حق، ما نحن هول شايفين انه هودي الشريعه اللي نحن معهم. نعم، انا بدي اشكرك، اهلا وسهلا فيك عبر صوت لبنان. بلشت كتير اتصالات المستمعين. هلا يعني رح بلش من الاخر سؤال بس قبل الموجز، مش العلي كمان بالقضاء اليوم لما هالدعاوي بتروح هالدعاوي على القضاء وبتروح السنين؟ انا بدي الفت نظر انه كمان القضاء مش بس في ياخد قرارات بغرامات ماليه، عنده حق ياخد قرارات جزائيه بحبس
وبالتالي بدي ناشد القضاء عبر صوت لبنان انه يشغلوا بالاحكام بهالظرف الاستثنائي. هلا بتعرفي اليوم مش هلا يعني القضاء القصه منا جديده، قصه من زمان وجايه. انا برايي لازم يروح القضاء على احكام جزائيه لما بيكون في جشع وهالقد استغلال للمواطن بهالظرف الصعب اللي هو لازم نتكاتف كلنا لنعدي الازمه. طب اليوم علة القضاء اللي كان دايما نتشكى انه بتروح المحاضر لهونيك، لو في سرعة بالمحاضر ما كنا منشوف هيك جشع للتجار. اليوم حضرت المدير العام لوزارة الاقتصاد وبضيفتنا كنتي وحكيتي عن الموضوع قبل وبعد الأمور هي هي. صحيح، لما ما بيطلع قانون بيعدل أنت بتشتغلي وفق الأحكام الصلاحيات اللي عطيك إياها القانون. أنا هون بحب ألفت نظر نوال أنه اليوم الإعلام عم بيحملنا مسؤولية نحن مش مسؤولين عنها. اليوم في كتير وسائل إعلام بتحكي أنه نحن مثل كأنه مش عم لحق الصرافين. القانون بيستثني المؤسسات المالية بشكل صريح من رقابة وزارة الاقتصاد، هذه متابعة على مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف. عم نحكي عن الصرافين، عن الصرافين. طيب كمان بينه وبين المصرف، لحظة، عم بيحملوا وزارة الاقتصاد بينه وبين المصرف وكله هذا. نحن ما إلنا صلاحية اليوم. أنا إذا بروح براقب شغلي ما عندي صلاحية. مستهلكة بالمصرف، ما في في حماية مستهلك لدى لجنة الرقابة على المصارف وبمصرف لبنان. نحن مستثنين وما عندنا صلاحية. أنا إذا بروح لعنده ما فيني أخذ إجراء، شو بكون عم بعمل؟ عم ضيع وقت، خليني استغله بالمطرح، ما عندي صلاحيه انا. فاذا بينكم وبين المصارف، بين وزاره الاقتصاد، ما في يعني عم يحتمل. طب اليوم في مطالبه، رح اقول لك شغله نوال اكثر منك. نحن بالاول ما كنا نحب نرد لنخلي وهره للوزاره، لانه انا لما برد مثل كانه عم اقول له روح فلات انا ما رح راقبك. بس قد ما صار في هجمه على وزاره الاقتصاد لقينا حالنا مضطرين نوضح. نحن اليوم صلاحيتنا منا على المؤسسات الماليه ولا على المصارف ولا على المؤسسات الصحيه اللي هي الصيدليات والمستشفيات. نحن ما عندنا صلاحيه على المدارس، ما فيني فوت على حوانيت المدارس الا برفقه وزاره التربيه. اليوم القانون بيحدد لي وين بفوت وين ما بفوت وشو بعمل وين عندي صلاحيه. بحب كثير وضح اليوم. نحن كنا نحب ناكل كف بس نخلي وهرة للوزارة، بس لما صارت هالهجمة علينا هالقد ولحتى نبين انه نحن مقصرين، نحن ابدا مش مقصرين. كلكم بتعرفوا انه ليل ونهار عم نراقب، انا عم جيب المراقبين بالويكاند، لانه للاسف اكتشفنا انه مرات كان في بعض المؤسسات بتغش سبت واحد لانه بتعرفنا مننا بالاسواق. صرنا عم ننزل سبت واحد نبعت كم دورية ونرجع نعطيهم الويكاند بنص الاسبوع. طب اي منتجات بتراقبوها؟ يعني وزارة الاقتصاد ما فيها تراقب كل المنتجات الموجودين، هل بتسلطوا الاضواء على منتجات معينه؟ نحن عندنا برايورتيز، نحن في رقابه عام وفي رقابه قطاعيه. نعم. اليوم بالرقابه القطاعيه والله اليوم بقول بدي راقب الافران، كل المصالح والمديرية المركزية ببيروت منراقب كلنا الأفران حتى ما نكون عم ميز بين حدا وحدا، لأنه اليوم يمكن بلاقي مخالفة عند واحد في مثل عند واحد تاني. طب ليش هيدا أنا راقبته هيدا لا؟ تقريبا منراقب الكل. اليوم براقب الملاحم، هلأ أكتر شيء عم نركز هلأ على السلع والمواد الغذائية اللي هي مطلوبة واللي عم بيصير في عليها استغلال أو احتكار. نعم. مش بس غلى الأسعار، مرات بخبوها، ومحطات البنزين والمازوت اللي هولي مرات المحطات عم تخبيهم. طيب شو بتقدر تعمل وزارة الاقتصاد بها النقطة بعد موجز الأخبار لما بيصير في احتكار؟ بعد موجز الأخبار وأصدقاء المستمعين مع اتصالاتكم مع الواتساب طبعا لنوضح للرأي العام المراقبات اللي عم بتصير، القرارات اللي عم تتاخد، كله بهدف حماية المستهلك. ونقطة على السطر. خدمات كتيرة بتوفر معها جهد ووقت مع A to Z. إدارة مباني، تنظيفات داخلية وخارجية، تلميع وتشميع البلاط والباركي. A to Z، صيانة عامة، حراسة، أمن وحماية أفراد ومؤسسات. A to Z، تنسيق حدائق، رش مبيدات وجمع نفايات. A to Z Services، دورة شارع كرومو 01-259-259-70-341-555. صباح الخير، 9:15 في صوت لبنان، موجز للأخبار. جمود على خط التأليف ودياب متمسك بتصوره للحكومة الجديدة وليس بوارد الاعتذار. الشارع يجدد انتفاضته، قطع طرقات هذا الصباح شمالا وتحركات مرتقبة في الساعات المقبلة. ومحتجون يعتصمون أمام مركز أوجيرو والدائرة المالية في طرابلس.
وهاب عبر تويتر استهتار محمد شقير بمطالب الثوار والقانون والرأي العام يجب أن يدفع ثمنه سجنا لأنه يفضل مصلحة الشركات على مصلحة الدولة لغاية في نفس يعقوب. نائب نقيب الصياري فائل سرور لصوت لبنان: إعادة الثقة بالسلطة يخفض من حدة الأزمة وتشكيل حكومة يريح السوق بنسبة 80%. الوزير السابق ناظم الخوري يسأل: هل يعلم أهل السلطة أن لبنان من مؤسسي الأمم المتحدة؟ وهل تريدون عزل البلد على الصعيد الدولي بعدما عزلتموه عن محيطه العربي؟ حسب الواشنطن بوست، ترامب طرح مسألة اغتيال سليماني في ربيع 2017 حين أطلق الحوثيون صاروخا باليستيا على الرياض. لقاء مرتقب في موسكو اليوم بين قائد الجيش الوطني الليبي ورئيس حكومة طرابلس للتفاوض بشأن التسوية في ليبيا. البرد القارس يودي بحياة 17 أفغانيا على الأقل. نقطة على السطر صوت لبنان. منتابع مع ضيفتنا المدير العام لوزارة الاقتصاد علي عباس. مجددا أهلا وسهلا فيك عبر صوت لبنان. لما الدولار لنركز هلأ طبعا على عناوين محددة، لما الدولار كل يوم يقفز 100-200 وتاني يوم، على أي فاتورة بتكون تراقبوا وشو هي الضوابط اليوم؟ اليوم في صعوبة طبيعي، لأن اليوم زيارة الكشف اللي كانت تاخد نص ساعة أو ساعة عم تاخد 3-4 ساعات، لأنه عم يعملوا مقارنات ودراسة تحليلية ليشوفوا قديش كانت نسب الأرباح عند هالتاجر وقديش صارت هلأ، لأنه مش مسموح يرفع نسب أرباحه هلأ بهالوقت العصيب، بالوقت اللي هو لازم يكون عنده مسؤولية اجتماعية ويخفف نسب أرباحه. لا. اليوم نحن منشدد أنه المؤسسات ما تخسر، لأنه الخسارة بدها تودي للإقفال، بس بنفس الوقت يعني نتحمل المسؤولية الاجتماعية ونخفف من أرباحنا، لأنه هاي الأزمة لازم يحملوها الكل وعطول بعيدة. نحن عم نحمل كمواطنين وهو الحلقة الأضعف، خسر قيمة كبيرة من القدرة الشرائية حتى لو كان عم يقبض راتبه كامل، فكيف الحال بحال كان 50% أو مش عم يقبض، بالوقت اللي لازم كمان التاجر يقنع بربح قليل بهالفترة لنعدي هالأزمة. نعم. طيب اليوم الوضع غير طبيعي، استراتيجيتكم بعدها مثل ما هي ولا صارت غير طبيعية بمحركات؟ لا طبيعي. أسرع لا أكيد بمحركات أسرع، عم يقعدوا كل النهار المراقبين على الأرض، ما بقى عم نلتزم بالدوام الرسمي أنه 3:30 منخلص، عم نروح بالويكاند حتى لو كان ما عم نكلفهم بساعات إضافية لأنه ما في اعتمادات، كله هذا عم نحمل مسؤوليتنا. ومثل ما بتعرفوا وزارة الاقتصاد ما هديت ولا رح تهدى، ونحن لما بنسلم شغلة بتعرفي نحن منتابعها للأخير. يعني ما تأثر عملكم بحكومة تصريف الأعمال؟ نحن إدارة بنشتغل، شو بدنا نشتغل؟ خلينا نستقبل اتصال. مين معي؟ بونجور، معي سيد الراعي. يا هلا وسهلا فيك. مثلا عندي شغلة صغيرة، ما بعرف ليه عم نحكي عموميات، يعني لازم ويجب وعلم. يعني أنا عم بنزل على السوق عم شوف الأسعار طالعة طلوع وما حدا عم يقدر يردهم، بعطيك بسمي لك أي شيء. إيه متكلين عليكم تسمولنا قلنا نحن مستمعين يتصلوا ويقولوا. مثلا علبة السمات نعم كان حقها 8500 صار حقها 12000، ليه؟ ما عم نفهم. كل الأسعار ناطة 40% 50%، ليش؟ نحن مشكلة. أنا يعني ما دام علي عم تقول نحن وعم نركو، طب أوكي، بس نحن ما بنوصل بالسيستم كله. يعني أنا ما بس أنا بدي أسألك مسيو، لما الدولار كان 1005 وهلا 2004، هل منتظرة أنا وياك يبقى السعر زيته؟ ما بدي بين إنه أنا عم دافع عن التجار، هل بنتظر أنا وياك يضل السعر زيته؟ لا لا انتبه، أنا ليه عم لك ما بوثق بالسيستم؟ لأنه أنتوا لحالكم يمكن عم تشتغلوا وتعملوا شغلكم، بس أنا بالنسبة لإلي لجنة المؤشر ما قالت لازم نزيد لازم نزيد المعاشات من زمان وجاي. يعني نحن كشعب وزارة يا عمي بعدنا لك عم سير حديث بيني وبينك. إذا فيني خفتي فكرة بعدين عم تحكوا كنتوا عن لجنة الرقابة المصارف، لما المصرف يقول للعالم جيبوا لي فرش دولار، يعني ما بيضل في تاجر مخدرات إلا ما بيفوت مصرياته بالنظام، ما بيضل في عنا حدا عنده بيوت دعارة البعيد إلا ما بيحط مصرياته بالنظام. وين لجنة الرقابة؟ أي رقابة مين؟ عم يقولوا للفاسدين بيضوا مصرياتكم بالسيستم المصرفي وحولوهم لبرا وصحتين على قلبكم. عم بتقول المصارف حط مصرياتك في الفرش دولار رح اقول لك ايه لبرا، ما حدا عم بيشوفها هاي؟ ما عم تشوفوها؟ طب وزارة الاقتصاد عم تقول مش معنيه اليوم. طب انا شو خصني؟ انا مواطن في حماية مستهلك يا مدام، ما بردوا على حدا، ما حدا برد، دولة فاسدة فارطة.
طيب خلينا نحكي الامور مثل ما هي. شكرا لك. اليوم وزاره الاقتصاد فيها تعمل الصلاحيات اللي اعطاها اياها القانون، ما فيها هي تعمل كل شيء بلبنان، ما فيها تاخذ دور الحكومه وكل السلطه التنفيذيه. عشان هيك حبيت أوضح. نعم. اليوم ما أنا مش إنه عم دافع عن حالي، نحن يمكن أكتر وزارة هلأ موجودة على الأرض، أكتر وزارة عم تلبي المواطنين، بس بالصلاحيات اللي عندها. اليوم أنا ما فيني اخترع صلاحيات لحالي وانزل شبح، بصير تشبيح على العالم إذا ما عندي صلاحيات. كمان الناس موجوعة، بعرف قلت لك بالأول، قلت لك ما فيني ما أكون بكل أحاسيسي مع الناس. نعم. عم يحكي عن لجنة المؤشر ليزيدوا المعاشات بعدهم كل يوم، أكتر رح يحكي بعدهم كل يوم والتاني بحملوا سلسلة الرتب والرواتب تبعات الأزمة الاقتصادية. كانوا مفكرين أنه في ضل رئيس الدائرة يعيش بمليون ليرة لأبد الأبدين. ليش وقديش هو صار معاشه صار مليونين ليرة؟ ما هي القصة بهيدا ظل الغلا، هيدا شو بتعيش؟ قصة السرقات والاحتكارات وتقاسم الحصص، وكمان لجنة المؤشر اللي ما عم اجتماع، محكمة كمان المستهلك ويني، المجلس الوطني محكمة المستهلك، عمال لجنة حل النزاعات اللي هي محكمة المستهلك عم تجتمع وعم تطلع قرارات لصالح المستهلكين بغالبية الأحيان، إلا إذا ما معه حق المستهلك بتقول له ما معك حق بهالصراحة. نعم. اليوم في وسطة عم يتواسطوا، اليوم في شكاوى اليوم كل الشكاوى هي على غلاء الأسعار لنحكي الحق. نعم. اليوم سبب الغلاء هو الأزمة بالدولار. اليوم نحكي عن البضائع الوطنية، للأسف حتى البضاعة المصنعة بلبنان عم يستورد للمواد الأولية. اليوم بدي اطلع بالواقع مثل ما هو، ما فيني انا اجي اروح اتظلم العالم لما بتكون محقه، بس انا اكيد مش مع استغلال المواطن ولا للحظه. نعم. مستقبل كمان اتصال، مين معي؟ صباح الخير. يا هلا، تفضل. معك عماد، مواطن انا لبناني. تفضل. والله انا اول شيء بدي اقول لك انه نحن قلبنا يعني على المواطنين اللي مثل حكايتنا، وقلبنا كمان على المسؤولين اللي مثل مدام عليا، يعني لانه واقعين بين نارين. يعني أنا صاحب مصلحة صغيرة وبسبب غلى الدولار والهيدا غليت علي كل شيء، فالمواطن ما بيتقبل، أي حدا ما بيتقبل، مثل ما أنا بلاقي إنه ربطة الخبز غليت، ما بدي دافع عن الأفران ولا بدي دافع عن حدا عم بيغلي، بس مثل ما تفضلت مدام عليا وقالت وقتها يطلع الدولار والمواد الأولية بتجي من برا غالية، شو يعني شو بيتوقع المواطن اللي بده ينق ويقول إنه غلي الخبز؟ أكيد بده يغلى الخبز، أكيد كل شيء بده يغلى، لشو عايش بالمريخ؟ ما عم يعرف شو عم بيصير بالبلد. انا اللي بقوله بس انه الله يساعدنا نحن، وان شاء الله الله ينتقم من اللي كانوا السبب، لانه صراحه نحن قاعدين بمعضله. يعني مدام عليا واقع بين نارين، لا فيها تدافع عن الغلا ونفس الوقت بصيروا يتهموها انه يمكن عم تدافع عن اصحاب المصالح. ايه بس لقيت اليوم مين يدافع. لا انا والله صراحه ما عم دافع عنها كمان، يعني انا الله يعطيها العافيه، نحن بنراقب جهودها ومنقدر، يعني انا واحد من ملايين بلبنان، او شايفين بالعينتين، ما فينا نطلع بعين وحده. يعني انا اكلها بشغلي، اكلها برزقتي، اكلها بالغلا اللي موجود، اكلها يعني بكل شيء اكلها، بس شو طالع بالايد؟ شو في حال؟ نحن بالنسبه لنا كمواطنين ما بنشوف افق، بالعكس علقانين بمحل مهوار ونازلين فيه، الله بيعلم وين بدنا نوصل. شكرا لك. اللي بنقوله بس الله ينتقم من اللي كانوا السبب، مين ما كانوا يكونوا. شكرا لك. كمان فويس مسج. جور لك ولضيفتك. هاي صيدليه السبت عشية أخذنا الليسترين مسعر عليها 9000، جيت عم بتفعلها تعمل لي 10000، شالت السعر 9000 عنا وقالت 10000. طيب حماية المستهلك وين؟ لعلك بعدني عم بحكي مسيو إنه نحن الصيدليات والمستشفيات ممنوع نفوت عليها، وزارة الصحة هي اللي بتسعر الأدوية، وبالتالي بدك تقدم شكوى وزارة الصحة اللي هي بتتابع هذا الموضوع، عندها مراقبين بينزلوا على الأرض بتابعوا هذه المواضيع. اليوم كل وزارة إذا بدها تتعدى على صلاحيات التانية وما يكون عندها صلاحيات ما فيها تاخذ إجراء. اليوم إذا بروح أنا على الصيدلية ما إلي حق أعمل له لا محضر ولا لاحق، لأنه ما أعطاني صلاحيات القانون، فالأفضل تتوجه لوزارة الصحة. نعم. شو دور البلديات؟ يعني اليوم في مثلا بلدية صيدا حذرت بوقت سابق بشأن تفلت الأسعار، ما لازم اليوم للبلديات يكون في عندها أكيد دور بالمراقبة، دور سلطة الأساسي محلية لأنه موجودة؟ قانون حماية المستهلك حدد مين اللي بنفذ هالقانون. نعم. موظفين مديرية حماية المستهلك، موظفين البلديات، الجمارك، السياحة، كل واحد ضمن نطاق اختصاصه لما بيكون مكلف خطيا، ومننسق كلنا مع بعضنا، وهيدا اللي عم بيصير. نحن عنا كان بحدود 100 بلدية كنا ننزل نحن بيوم دوريات، لما عملنا قصة المطارات في منهم زعلوا مننا بطلوا ينزلوا معنا، في بعد معنا من فوق ال 500 بلدية، من 50 بلدية بننزل نحن بيوم على الأرض، وبالتالي منراقب سوا لأنه منعاون بعضنا ومندرب لهم مراقبين. نعم. طيب ليش مثلا مثل بلدية صيدا عم نحكي عنها
انه بتدعي وزاره الاقتصاد الى تحمل مسؤوليتها، وين مسؤوليه البلديه بهالاطار؟ تفضل. ما بتقدر هي تتحمل مسؤوليتها؟ نحن متحملين مسؤوليتنا. اللي بحب اقولها لبلديه صيدا انه نحن متحملين مسؤوليتنا، يا ريت كل العالم تتحمل مثل ما نحن عم نتحمل. هلا الواحد بصير عم يحكي عن حاله، نحن فاتحين ابوابنا لنتعاون مع كل البلديات. في بلديات هلا مشكوره بعثت لوزاره الاقتصاد انه انا مستعده ساعدكم ونزل معكم مراقبين، وعم ننزل نحن وياهم. وفي بلديات ما بدها تتعاون للاسف، بس الموظفين عم بيقوموا بكامل واجبهم وباقصى الجهود اللي بيقدروا يقوموا فيها من ضمن العدد اللي هو موجود. نعم، فويس مسج. صباح الخير وتحيه لضيفتك، بنحترمها كثير. تسلم. بس انا عندي سؤال للوزاره، يعني صار لها من وقت ما كنت اطلع معك على البرنامج، يعني انا بتابع البرنامج من اكثر من 3 سنين. بشكرك. بتقول ما عندنا مفتشين، ما عندنا عدد. طب شي مرة هالوزارة طلبت، يعني أكيد مرة هالوزارة أكيد 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 طلبت يزيدوا عدد هالمفتشين. طب هودي اللي وظفوهم بطريقة غير شرعية وبعدهم موجودين لهلا ما حدا عم يتعاطى معهم، ليش ما بيتم استدعائهم ليكونوا مثلا مفتشين بهالوزارة؟ ليش ما بيدربوهم؟ ليش ما بيجيبوا ناس؟ طب صرنا من مدري قديه بنقول ما عندنا مفتشين وما فينا نشتغل، يعني وصلت الفكرة. يعني اليوم يعني نحن أنا رح أقول شغلة، اليوم المشكلة مش هي بقلة عدد المراقبين، قلت لك عم نستعين بالطلبة وعم ينزلوا عم يتقبل شكاوى، وقلت لك لو جبنا 1000 مراقب اليوم حتضل المشكلة انه انا ما فيني راقب كل شيء، بدي شكاوى المواطنين وبدي احط ايد بايد مع المؤسسات الثانية مع البلديات، نحن عم ناخذ الطلاب، كلنا لازم نكون ايد وحدة وعم نطلع بنفس الاتجاه. اول شغلة نحن طلبنا من مجلس الخدمة المدنية، بعتنا لمجلس الوزراء مثل ما بتعرفي وقفوا التوظيف، صاروا مرتين طالعين قوانين وقف توظيف. انا ماني مع انه زيد العدد بظل انه بالعكس فينا نتعاون مع الناس اللي هي من الجامعات لنشتغل بشفافية بعدين قد ما يكون العدد كبير. ما نحن ما عم نتحجج ولا مرة بقلة المراقبين، انتوا على طول بتسألوا عم تراقبوا كل المؤسسات، بقلك لا العدد ما في راقب كل المؤسسات، ولو جبت 1000 ما رح يراقب كل المؤسسات، عشان هيك لازم نحن والمواطنين نكونوا ايد وحدة ويحطوا الابليكيشن. مرات بيقولوا عم نتشكى على 17-39 مش عم بيعلي، نحن كان عندنا 3 خطوط للخط الساخن صاروا 7 وبرضه ما عم بيلحقوا، يستعملوا الابليكيشن اللي هي لا يمكن تكون مشغولة، في يبعت عليها نص في يبعت عليها صورة، يفوت على الأب ستور يحط داونلود لكونسيومر بروتكشن لبنان، وفي يصير يبعت لي صور، في يوثق المخالفة، في صور الرف اللي عليه السلعة. وأكتر شيء اللي للأسف هلأ عم بيصير أنه اليوم بتسوق بتشوفي سعر سرعة على الرف تشتريه على أساس هالقد سعره، بتروح على الصندوق بتلاقي سعر تاني. هيدا هو الكل ما نسأل صح. عنك بأي حق اليوم يوم هيدا بيكون المنتج شيء. يوم هيدا احتيال وعم نظم شو لازم يصير ضبط. شو لازم يصير لازم على كل المنتج السعر الموجود لا. لأن أوقات بيحطوا على منتج سعر واحد وحده ما في أسعار. اليوم بيقول لك النص القانوني، نحن بنتبع القانون، بيقول لك بيكون السعر بالليرة اللبنانية إما على السلعة ذاتها أو على الرف اللي موجودة في السلعة. يعني إذا أنا حاطة 50 علبة توم ما بيأثر حط تحت على الرف إنه هالقد حق العلبة، بس يمكن لاقي أنا هون 2000 ليرة بوصل على الصندوق بيكبسوا لي 3000. هذا اللي بدي انتبه، هذا عملية غش، هيدا عملية غش. زائد شغلة تانية، نحن طلعنا تعميم للمواطنين وحطيناه بوسائل الإعلام بالنسبة لمحطات البنزين، حتى لو التزموا بالتسعيرة الرسمية للأسف عم بزعبروا بالكيل. خلينا ينتبه المواطن شو عم بيعبوله قديه عم بيعبوله، كيف وين بده ينتبه على ال على يعني ايه اكيد قدامه يعني اكيد اكيد, أكيد ولا أكيد. ممكن يكونوا لاعبين بالمكنه مثلا، نحن عم نزور وعم نفحص اذا في لعب او لا. بس كمان المواطن بده ينتبه لانه انا ما بلحق اعمل كل المحطات كل يوم، يمكن اليوم بزعبر على بكره ما بزعبر، فعشان هيك المواطن هو اهم رقيب على هالموضوع هيدا. نعم، اتصال، مين معنا؟ الو، صباح الخير. صباح النور، اهلا وسهلا. هيك مواطن، يا هلا. اهلا فيكي. بس بدي تحيتنا لمدام عباس. وبس بدي اسالها على بعدها بتقول يعني يعطيها العافيه انه الدولار غلي والاسعار بدها تغلى، فهن حددوا نسبه الاسعار لمثير الاشتراكات ب 17400 تنك المزود، واليوم صار تنك المزود عم بتكلف 25000. صاحب هالمولد ما بده يعيش، ما عنده اولاد بالمدارس، ما بده يصرف، فعي اساس بعدكم اسعاره بهالطريقه؟ واذا بده يزيد كيف بده يزيد؟ نحن مش نحن اللي بنسعر المطارات، اللي بتسعرها وزاره الطاقه، والمفترض وزاره الطاقه في جدول ترتيب اسعار. لا مش في بالضبط، بتسعر كل شهر بتسعر وزاره الطاقه قديش الكيلوات لازم يكون سعره، وبالتالي اذا في اي تغييرات المفترض انه انا بعتبر انه المفترض انه وزاره الطاقه تكون عم تاخذ هالتغيرات بعين الاعتبار، عشان هيك ما في سعر ثابت. اليوم كل شهر بتطلع وزاره الطاقه تسعيره للمولدات،
مرات عم لاحظ انه يمكن يطلع لازم يطلع كل 15 يوم اذا في تغييرات كثيره، ما في شيء يمنع، وبالتالي هيدي بتراجع فيها وزاره الطاقه مش وزاره الاقتصاد اللي بتحط التسعيره، وزاره الاقتصاد بتراقب التقيد بالتسعيره الرسميه اللي بتطلعها وزاره الطاقه. نعم، انا بدي اطلب من المستمعين اللي عم بيتصلوا فينا فويس كول ما منرد، اذا سمحتوا فويس مسج، اذا سمحتوا ما تتصلوا فينا فويس كول. كمان بدنا نسأل خصوصا على السوبر ماركت، كمان انه كمان في تفاوت بالاسعار بين سوبر ماركت وسو، هل نحن باقتصاد حر كل واحد بيسعر على ذوقه؟ اكيد نحن باقتصاد حر اليوم، ما في ما بتحط الدولة أسعار لكل السلع، بتحط لبعض السلع الأساسية، وأنا كمواطن علي إني قارن. هلأ اللي بقوله هون إنه وزارة الاقتصاد عملت شغلة، وعملت كان في قانون، مشروع قانون للمنافسة من 10-12 سنة بمجنوع، بما إنه ما طلع نحن سحبناه وعملنا له تيويم وبعتناه على مجلس الوزراء، لأنه اليوم بظل عدم وجود قانون للمنافسة ما فيك تلاحي، في كتير احتكارات اليوم، صحيح في عندك عدة مؤسسات بس ما كله عامل لك كارتل بالآخر. نعم، بس أنتوا الاحتكارات إذا في احتكارات ما عندكم دور تدخلوا؟ أكيد عندنا دور، بس إذا عندك 70 مؤسسة بس عاملين كارتل بالآخر، نقابة فلان نقابة فلان نقابة فلان، بس بالقانون بالضبط. هلأ صار فيه، عملنا مشروع قانون للمنافسة منواكب المعايير الدولية بالمنافسة، وانبعت على مجلس الوزراء، واللي بتمنى أنه ينحال على مجلس النواب ويقر بأسرع وقت ممكن، لأنه رح يكون له كتير أثر سلبي على الأسواق. نعم، أثر إيجابي على الأسواق. الوزير أرسل كتب، وزير الاقتصاد أرسل كتب لوزير الاتصالات اليوم. نعم. أخذوا قرار انه خصوصا باسعار يعني كروتة التشريج. نعم. انها ما تكون الا. نعم. باللبناني. نعم. عم نشوفها بالدولار. نعم، نحن بعتنا كتب مش بس للوزير الشقير. انا لي 6 سنين بالوزاره، كل سنه بنبعت كتب مش بس للتسعير باللبنان، للتسعير باللبناني وللخدمات اللي مرات بيبعتوا لك انها مجانيه وبعد شوي بدون ما تعرفي ببلشوا يشرجوها عليك، وكذا شغله عم تنعمل بشركات الخلوي. نعم. اليوم بعتنا للوزير الشقير تحديدا اول كتاب راح بايار انه التسعير لازم يكون بالليره اللبنانيه، رجعنا بعتنا كتاب بايلول انه التسعير لازم يكون بالليره اللبنانيه، وللاسف الكبير كان في حكومه اخر شيء هلا اجينا الجواب بتشرين انه هذا بده مجلس وزراء لانه سعيرة طالعة بمرسوم. وأنا بتعجب هون إنه ليش كل شيء من سعره بدولار، أو الدولة بتعقد عقود بالدولار بظل أنا عملتي الوطنية هي الليرة اللبنانية. فاللي بدي أقوله هون إنه إجينا جواب من الوزير الشقير إنه حلينا المشكلة جزئيا، طلب من شركات الخليوي إنه لو التسعيرة بالدولار لأنه بدها مرسوم بسعره بالدولار، بس ما إلهم حق يقبضوا، ما يقبلوا يقبضوا باللبناني وعلى سعر الرسمي اللي هو بالمصارف اللي هو سعر التداول بمصرف لبنان، يعني 1515. فبالتالي أي فاتورة هاتف خليوي المفترض فيني أدفع أنا إذا حبيت بالدولار، وإذا حبيت أنا باللبناني على السعر مصرف لبنان، وكمان بطاقات التشريج تعمم على شركتين الخليوي إنه اللي هن بيبيعوا بطاقات الخليوي بيقبضوا منهم بالليرة على السعر المتداول بمصرف لبنان، وبيبيعوا المستهلك على هالأساس، لريث ما يصير في مجلس وزراء للأسف اللي ما حدا عرض عليه بالرغم من كل الكتب اللي بعتناها بالسابق. للأسف يعني. للأسف. مستقبل كمان اتصالين، مين معنا؟ ألو، صباح الخير. بونجور. تفضلي. صباح الخير للسيدات اللي عم بسمعهم هيك بيعطونا عمل زيادة بهالبلد. تسلمي. أنا كلامي مش موجه للست الكريمة اللي بعد ما عرفت اسمها لأنه مش شوي فتحت الراديو. مدير عام وزارة الاقتصاد علي عباس. ايه تشرفنا والله يديم بهالهمة. أنا بدي أحكي شغلي عن اللي نحنا فيه، طالما الدولة بعد لهلا متخبية بخيال إصبعها بقضية صرف الدولار بالسوق، ما فينا نحمل كل شيء لوزارة الاقتصاد، مش عم دافع عنهم، بس إنه مسؤولية الكل بهالموضوع. أنا لما بدي أدفع نهار السبت كان عندي دفع $50، قال لي مدام يا بتجيبي لي $50 يا بتعطيني 120,000، وأنا ما فيني أقول له لا، لأنه أنا كمان لما رحت اشتريت من كذا مكان عم يتصرف الدولار هالشي. ليش الدولة ما بتعترف جديا بهالموضوع؟ بعدين إلي من وقت موعيت بهالبلد، ياريت هالثورة بتاخد طابع عدم نقل المسؤولين بالبلد، لأنه ما في مسؤول بيطلع نسمعه أو منحضره إلا بنق إنه ما عم تقدروا يعملوا. مين اللي منعكم؟ ياريت يكون في هالصراحة التامة مع الشعب يلي منه غشيم، يلي واعي وحاضر كل شيء وعارف، بس لما منسمع من المسؤولين إنه أنا منعني فلان، أنا هيدي الوزارة عم بتعرقلني لأنه إلها مصالح، قضية المازوت
هلا نحن طلبنا من صاحب الموتور ما تعطينا من عشية تندلنا مأمنين حالنا نطلع وننزل أسانسورات. تلفنت على 17:39 وقلت له نحن مع هالفكرة تنقدر نتصرف ونشتغل بنهارنا. قالت لي رح توصل للمعنيين ورح نشوف من جميع الأطر، يعني بتعفي على الطريقة اللي بالدولة اللبنانية اتمغمغ لأنه ما في حدا يقدر ياخد مسؤولية قرار بيقوم الطرف الثاني بركي عنده مصلحة هيديك وضربته بهالقرار. نعم نعم نعم. يعني اسمحوا لنا فيها، خلى تكون هالثورة ضد نقل المسؤولين على الوضع اللي هن فيه. شكرا. مدام نحن ما من نحن بنشتغل ليل ونهار ضمن الصلاحيات اللي عطانا اياها القانون، وبتمنى على كل الادارات لما كل وحده بتعمل الصلاحيات اللي عطاياها بنتكامل كلنا مع بعض وبشيل الشغل المزبوط، بصير في سيستم. للاسف نحن اللي بنفقده اليوم بلبنان انه في اداره بتشتغل ويمكن في اداره بتقصر فبيتخلخل السيستم. نحن ولا مره زتينا على غيرنا الا اذا كانت مسؤوليه غيرنا، وبرضه نحن بنرجع بنلاحق مع الوزاره الثانيه بنبعث لها كتاب انه في هاي من صلاحيتك اجينا شكوى فيه، عشان هيك لما بيقولوا لك على التليفون انه وصلت ورح نوصلها للمسؤولين شغلي بتكون قصه توزيع المازوت مش صلاحيه وزاره الاقتصاد. انا شغلتي احميك انه يعطيك السعر الرسمي ما يزعبر عليك صاحب المولد. نحن اليوم في مشكله مازوت عم نحكي مع وزاره الطاقه ونبعث لها كتب ونتلفن للطاقه ونتابع الموضوع مع وزاره الطاقه اللي وين صارت الصلاحيه بهالموضوع. وين صارت انحلت طبيعي نحن هلا بتعطي خبر لوزاره الطاقه باخر شيء. انا ماني مراقبه على وزاره الطاقه. كمان اتصال مين معنا؟ الو صباح الخير تفضل. صباح الخير معك زياد مقداش. يا هلا يا هلا فيك. كيفك استعليا نائب رئيس جمعيه الصناعيين؟ يا الحقيقه نحن دائما بنتابع برنامجك يا ست نوال. يا هلا فيك. عندي ثلاث نقط صغار على السريع مشان ما اخركم. اول شيء بالنسبه لموضوع سلسله الرتب والرواتب، بقول انا استعليا ما حدا بحياته كان ضد سلسله الرتب والرواتب، بس كنا نحن ضد ان نلاقي خلي الدوله تامن المبلغ قبل ما توعد المواطن، لانه راح اخذت لي اياهم من جيبته اليمين وحطت لي اياهم بجيبه الشمال. هلا بالنسبه لموضوع حمايه المستهلك، بتمنى انا على كل المواطنين ياكدوا تمام انه اليوم حمايه المستهلك عم تشتغل شغله، بس اليوم حمايه المستهلك الله يعينه المشكله مش عندهم، بدنا نحط نحن الاصبع على الجرح. اصبع على الجرح هو سعر الدولار، يعني مش عم نضحك على حالنا. سعر الدولار اللي هو كل يوم بسعر وعم بيصير رح يوصل ل 3000 ليرة وإن شاء الله أكون أنا غلطان. المشكلة اللي عم بتصير وين؟ اليوم المواد الأولية ليعرف المستمع، عم إحنا بجيب مواد أولية من برا إن كان تاجر أو صناعي، اشتريناه بألف دولار وصل لهون صنعناه أو حطينا عليه كتجارة نزلناه على السوق بضناه باللبناني من مش من المستهلك من التاجر، التاجر ما بيدفع إلا لبناني وهذا المنطق يعني، طبعا بيدفع باللبناني لنقول مثلا دولار دفع عليه 2500 ليرة، طبعا 2500 ليرة أخذتهم أنا بدي أرجع أروح عند الصرف أصرفهم أعطيهم فريش ماني للبنك صار ب 3500. هون المشكلة، المشكلة الأساسية هو السعر الدولار، واللي أنا برأيي معلش هلا بيقول لك إني عرض وطلب، أكيد العرض وطلب بيغير سعر الدولار، بس في قطبة مخفية في مكان ما لا شغلة وزارة الاقتصاد ولا شغلة التجارة. شغلة مين؟ هيدي شغلة خيي حاكم ربص لبنان، شغلة الحكومة، شغلة في مشكلة انه بدك تقولي لي اليوم حاكم مصرف لبنان بيقول لنا كل يوم عم ينصرف 50 مليون دولار بالسوق، من وين عم بيجوا؟ بيت ابوي عم بيجوا، طيب انه ما فهمت، عم بيجوا من محل، يا عم بيجوا من برا، يا عم بيتداولوا بالسوق، يا في حدا ببعض البنوك عم بمرقوا لهم مشان يستفيدوا. نعم. المشكله الاساسيه هو سعر الدولار وليس حدا يحط بقى الحق على التاجر او الصناعي او حمايه المستهلك، كلياتهم عم بيعملوا شغلهم مزبوط. شكرا. بس المشكله الاساسيه هي سعر الدولار، ما حدا يضيع وقته. لا طبعا لحد ما طبعا. شكرا لك زياد بقداش. اليوم في تقرير اعدته زميلتنا تريز خوري، يعني زارت السوبر ماركت وطلعت بهالخلاصة بنسمعه سوا عبر صوت لبنان. انا يمكن بقدر نبه حالي انا وجوزي محيلا شيء، بس انه هني اكيد لا. هيدي الام مثلها مثل كل امهات لبنان عم بتعاني من الغلا الفاحش نتيجه ارتفاع الدولار. كانت عم تبكي بس شفناها مش قادره تجيب اغراض لاولادها، هيك بلشت صوت لبنان جولتها
من محل المحل ومن سوبر ماركت السوبر ماركت. أسعار السلع صارت دوبل، لبناني صار عم يتطلع بالأرخص، وهلوم ما يلاقي الأرخص. كيف كانت أجواء الناس وشو كانوا عم بيقولوا؟ تاخذ ماشي شغلتين ثلاثة بتطلع 70,000 60,000، يعني كل منطقة إلى سعر. كثير عم بستصعب، وأنا علي 40 مليون بالبنك وعندي أجار هيدا البيت، ما نعرف شو بدي أعمل. أنين ووجع، وكل شي صار أغلى، حتى الفواكه والخضرة وباقي الأشياء بلشت تنفقد من السوق. المرتديلا دوبل لأنها مستوردة، هيك عم بيقولوا. بس الأجبان والألبان شو قصتهم؟ ما عرفنا. كمان دوب الحقهم الحلويات والفواكه، وقوعة قربوا صوب اللحمة، الكيلو وصل ل30,000 ليرة. ليش صار هيك؟ شو بجاوبنا أحد أصحاب المحلات التجارية؟ في بعض المواد، بعض الأصناف عم تنقطع، عم يجي مشي محلها، في ماركت مثلا ما بقى متوفرة. السبب الأساسي بالارتفاع هو فرق سعر الدولار. بعض السلع حماية جمركية إجا عليها 10 و20% زيادة، وإجا زيادة بالفوائد تقريبا حوالي 50-60%، إجا زيادة برسوم البنوك، يعني كل الأكلاف طلعت. بغياب الرقابة وبوجود سلطة سياسية فاسدة، الشعب عم بجوع، حكام عم يأكلوا كافيار هن وولادهم والناس بوادي تاني. وبتبقى بدينينا صرخة أم من أمهات لبنان عم بتبكي وتقول حرام يصير هيك بالبلد. طلع على هالمعترين الفقراء اللي مش قادرين ياكلوا، يستاهلوا أحسن من هيك، وحرام يصير لبنان هيك. ونحن عم نخلص الروبورتاج أو التقرير استوقفنا مشهد بتبكي علي القلوب، مشهد رجال عم ياكل من الزبالة، حاول تقرب منه خبر راسه وهرب. تراز الخوري، صوت لبنان. شو تعليقك على التقرير؟ لا تعليق. تبكي عليهم للعالم. نعم. هيك أنا بدي لك شغلة نوال. بعدني عمل لك بلشت حديثة إنه اليوم لو كان بعد الأسعار مثل ما هي بظل الوضع الاقتصادي القائم، وبظل إنه الناس عم تترك شغلة أو تقبض نص معاشها، كانت حتكون ضربة على راسك. فكيف إجوا مع بعضهم إنه الغلا الفاحش بالأسعار، وبنفس الوقت إنه الناس عم تفقد وظيفة عم تقبض نص معاش، فضربتين على الراس قلت لك بيعمول الواحد. نعم. فبالتالي الناس هي المعطرة، الناس هي الحلقة الضعيفة، الناس اللي لازم نطلع فيها. بس للأسف وزارة الاقتصاد عم تقوم بكل شيء مطلوب منها. بس يؤخذ عليكم انه ما في قرارات، ما غيرتوا من القرارات. يعني اليوم كنا من زمان اذا سوبر ماركت خالفت يعني اليوم زعبريت نسمي بالاسم، اذا سوبر ماركت كان اسعارها موعوده يعني ومقبوله كمان اليوم نطلع نشهر. اليوم نحن بيحذر علينا القانون حمايه المستهلك في سريه المعلومات. نعم. اليوم اذا في شيء بضر بصحه الانسان اللي حق شهر وعم نعمله وعم نطلع قرارات ما نعتداول ونحطها بالإعلام. بس اليوم الشيء اللي بيمنعني القانون احكي ما فيني احكي، نحن عم نبعث للقضاء ولازم القضاء يتحرك بسرعة بوتيرة أسرع لأنه في ظرف استثنائي اليوم. نعم. خلينا نستقبل ضيفتنا اليوم نائبة رئيس جمعية حماية المستهلك الدكتورة ندى نعمي. صباح الخير. صباح النور نوال، لك لسعادة المدير العام. صباح الخير دكتورة. شكرا. كجمعية مستهلك اليوم شو بتخبرينا بخصوص الأسعار؟ أنتوا بموجودين كمان بالسوق، في صرخة مواطنين، تفاوت كتير كبير. شو أكيد. جمعية المستهلك شو مسجلة عندها؟ أكيد يعني هو باختصار أنه في فلتين، يعني فلت البلد، فلت على مصراعي، بطل في معالجات آنية أو معالجات سريعة، صار بده جراحة. الوضع الاقتصادي خطير جدا، وهذا اللي عم بيأثر سلما على الأسعار وعلى غير الأسعار. يعني هي حلقة اقتصادية متكاملة، بطل في قدرة لمؤسسة وحدة أو لوزارة وحدة هي تقوم بكل شيء. هذه بدها حل سياسي، بدها قرارات جريئة. الناس ما عاد تحمل، كل يوم عم ينزل المستهلك على السوق وكل يوم عم يأكلها بالأسعار. نحن بيجينا أشياء يعني بتخوف، شكاوى يعني بتطلع بتقولي هاي نكتة ولا شكوى، لأي درجة عم بيصير في تلاعب بالأسعار وعم بيصير في استغلال للمستهلكين. ولكن بدنا نفتش عن الأسباب، ليش صار هيدا الفلتان بالأسعار؟ لأنه في شيء صار غلط بالاقتصاد. لأنه شوفي وين صرنا بالدولار، اليوم عم ينحكى بالدولار أنه طلع عن 2,500 ليرة. عم نحكي نحن باستيراد، نحن بلد مستورد، والقيود اللي عم بحطوها كمان على الاستيراد، عم نحكي بكثير أمور هي أكبر من وزارة أو أكبر من مديرية لحتى تضبطها أو أكبر من جهاز رقابة. هاي بدأ السياسيين مش يقعدوا ببيوتهم ويزعلوا ويقعدوا برا
بدهم ينزلوا ويتحملوا مسؤوليتهم وياخذوا قرارات جريئه ليحموا المستهلكين وليحموا المواطنين، والا اذا مكفين هيك يعني الله يعين الناس. شو المطلوب برايك؟ شو المطلوب؟ نعم. شو بنقدر نعمل هلا؟ الحلول اكيد بدك تحمي الناس، بدك تحمي الناس من خلال اكيد بدك تحمي سعر السلع الاساسيه، بدك تاخذي قرارات. يعني مثلا هلا كله عم في عنا الخدمات، خدمات طبية، شوفي هلا كله في عنا مشكلة المستلزمات الطبية انه ما عم يقدروا يشتروا، مع كمان هيدا بدك تحمي قطاع البنزين. اليوم الصبح مرقنا على المحطات بدون اي سبب مسكرين المحطات وما عم بيعبوا للمستهلكين. طب مع انه طلعوا بيانات انه هني مش رح يسكروا، بيانات شيء ونحن على الارض شيء. اليوم من الصبح عدة محطات مسكرين من الصبح وما بدهم يعبوا للمستهلكين. طب كيف بيقدروا هيك ياخذوا قرارات؟ ما هو يعني مادة كمان حيوية. تمكن واحد صاير فاتح حسابه من حدا وخلص، هلا بيتحكم فيك التجار والمصارف وقرارات الحاكم. هول الثلاثة، هول الترويكا اللي عم يتحكموا بالبلد، ما في عندك قرارات. وحتى الوزارات صارت عاجزة عن اتخاذ، شو ما عملت هيدا بنج موضعي، ما منه حل. بدأ خلص تاخذي قرارات. استوردوا فتحوا باب استيراد لحتى يعززوا شوي المنافسة، هيهم رجعوا سكروا، مع انه في بنزين بأي حق صاحب المحطة بسكر وهو عنده المادة وبيمنع على المستهلكين. نعم يعني هي في شيء عم بيصير مش منطقي. كمان نفس الشيء بالنسبة لأصحاب الأسنان، نزلوا الوزن وعملوا لهم ضبط الوزارة وكل شيء وصار بالقضاء وإلى آخره، ما فرقاني معه، نزلوا الوزن الرابطة وعم يتحكموا بالمستهلكين. ساعة بيعمل لك رابطة صغيرة، ساعة كبيرة، وبيفرض على المستهلكين وما فرقان معه حدا، والقضاء بيوصلوا لعنده آخر همه إذا بتصيون ولا ما بتصيون، لأنه أصلا هني ما بيشتغلوا، هني أصلا ما بيشتغلوا. نعم. فكيف إذا زاد عليهم الشغل؟ نعم. فكله مرتبط بكله يا نوال. نعم. بدنا نحن خلص بتشكل حكومة تكون من الناس اللي بتفهم بالاقتصاد وبتفهم بالأمور الحياتية والمعيشية، وتبلش تحط حلول للمشكلة الحياتية والاجتماعية اللي صارت في البلد. مش معقول ضلنا نحن بنفس الدوام وبعدنا عم نتخانق. نعم. بعدنا عم نتخانق على الأسماء، والعالم جاعت، تركت وظائفها، مش عم تقدر تشد ديونها. يعني القرار عند مين؟ يصير عندنا حكومة؟ القرار عند السلطة السياسية، عند السلطة السياسية اللي غايبة عن الوعي والناس عم تتخبط ببعضها. مش هني حاكمين وهني منتخبين وهني نواب وهني وزراء، ما بدهم يقعدوا بالبيت، بدهم يجوا يلاقوا حل شو صار بالبلد. شكرا لك. ليش تدهورت سعر الليرة؟ وين صرنا بالدولار؟ وين صار؟ وكل الوقت عم تهدد المستهلك، كل الوقت عم تهددي، سعر بيقطع لك البنزين، سعر بيقطع لك الغاز، سعر بيقطع لك الخبز. يعني الناس هي اللي عم تتحمل، يعني شو فرقانه معهم؟ قاعدين بقصور العزية وهربوا مصرياتهم لبرا. شكرا لك. يعني. شكرا لك دكتوره ندى نعمه، نائبه رئيس جمعيه حمايه المستهلك. الدكتوره ندى نعمه، يعني نحن وضعنا هيك للأسف، طالما ما في قرار سياسي. يعني اللي بتمنى على الكل انه كلنا كل واحد يحمل مسؤولياته، لو كان كل واحد عنده مسؤوليه صغيره بس لازم يحملها بالكامل، وكلياتنا مع بعضنا بنصير ايد وحده يمكن فينا نعمل شيء، بس كل واحد بده يحمل مسؤوليته. طيب. مش واحد يكب على الثاني، بس كل واحد وين عنده صلاحيات بالقانون يمارسها، لانه السلسله متكامله. واكيد لما يصير في حكومه في ورشه عمل طويله عريضه لازم نعيد النظر بتشريعاتنا اللي هي ما بقت تلبي الحاجات الواقعيه لحتى نشوفها. خلينا نبلش من قانون حماية المستهلك والثغرات اللي فيه، اللي قلنا قد ايه عم نطالب انه يتعدل ليصير فعال اكثر، بالاضافه لاعاده هيكله الادارات كلها لحتى ما يصير في تضارب وتوازي بالشغل. في كتير شغل قد ما بدك كيف ما مديت ايدك للاسف تطلع ملانه. طيب اليوم بالمطار شو عملتوا؟ يعني عم بيسعروا عزوهم بديوتي فري على اساس الدولار، هلا صار 1950. قد ايش هو بالدولار بالسوق السوداء؟ 2004 2005. قد عم بسعره بالمطار؟ حتى نحن عملنا محضر ضبط، بس انا اذا بدي اقول لك بصراحه لابد يبين انه انا عم بحكي، انا كثير واقعي وكثير منطقي وكثير موضوعي. اليوم اذا هو المصرف لبنان مصارف مش عم تامن لك الدولار بالسعر المتداول بمصرف لبنان، مين عم تاخذي دولاراتك من السعر الموازي اللي هو بالسوق السوداء للاسف. طيب اذا هو دولار وبهالقد وكل بضاعته مستورده، انا عملت له محضر ضبط
بس بينه بكرارة نفسه. عارفه ما معي حق. بس حتى يعني التجار اليوم مجبورين انه يبيعوا بالألف وخمسة، في معظم التجار عم بيبيعوا، معناتها بده يغلينك بالدولار. هو ما غلى بالدولار، غلى لما بقبض باللبناني، بتعطيه بالدولار قد ما هو السعر، بيك تعطيه لبناني حمل هو وياك حسب الفرق بالنص. بس هيدي تابعة على الدولة، والدولة بتقلك بتسعر البورصة. هلا هو قدم طلب، حتى قدم يعني طلب، نحن من بعد ما عملنا له محضر ضبط قدم طلب يفسخ العقد، لانه مش رح يبيع بخسارة يعني هالقد هذا. فادي ابو شقرة صباح الخير. صباح النور لإليك المسؤول الإعلامي ولضيفتي. صباح النور. سعادة المديرة يعطيك العافية. بأي حق اليوم بتسكر محطات البنزين؟ بأي حق يعني؟ وبدون أي علم للناس يعني. اليوم لما بيروح مواطن ليعبي أنا مسكر وهيك، إنه ليه؟ بأي قرار وبأي حق؟ ست نوال بس محيلنا نوضح، نحن ما في إضراب ولا عندنا مشكلة بموضوع إنه نسكر المحطات، بالعكس نحن أنا صلي يومين عم نطمن إنه ما في أزمة ولا في إضراب. بس اللي صار ست نوال، نحن في عنا 15% بالدولار منا نأمنهم من قيمة البضاعة. هال 15% كنا نأمنهم من المصارف، كان الدولار 1515 1520، نقدر نأمن 15% أو من عند الصرافين على 1006 على 1007 بقت محمولة. هلق اليوم المصارف ما بيعطوك ابدا 6 نوال دولار، عم يضطروا اصحاب المحطات يشتروا الدولار من الاسواق 2100 2200. بمعزل اليوم ما قلتوا للناس بدكم تسكروا محطات. لا نحن ما سكرنا يا في عدد محيط كبير من المحطات، كل المحطات سكروا لانه ما قدروا يامنوا دولار. كل المحطات ما قدرت امن الدولار. معنا مدير عام وزارة الاقتصاد علي عباس. مش في عشر، أنا برأيي لما بيكون في مشكلة اللي عم تحط السعر وزارة الطاقة، بفتكر منا بعيدة عن العالم وزارة الطاقة يتناقش هالموضوع معها لتاخد هيدا الموضوع بعين الاعتبار، مش يدفع حق المواطن المعطر اللي بينزل بده يعبي بنزين ليروح على شغله بيلاقي كل المحطات مسكرة. اليوم نزلوا المراقبين أغلب المحطات ما عم تعبي، قلتوا ما في إضراب بس أغلب المحطات منا عم تعبي. لا وأنا أتأكد لك ما في إضراب. سعادة المديرة في مشكلة بال 15% دولار يوم الجمعة، وصل الدولار لل 2500 ليرة. بس مش عم تعبوا؟ شو يعني ما في إضراب وما عم تعبوا؟ ما عم تعبوا؟ لا يا ستنا ما عم نعبي، ما قدروا يشتروا، ما قدروا أمنوا دولارات أصحاب المحطات. أنا بفكر هيدا بقى تتناقش مع وزارة الطاقة لتاخذها بعين الاعتبار لما بتسعر. نحن منتشكرك كده بتساعدينا فيها سعادة المديرة، لأنه أنت بتعرفي بلبنان كل شيء غلي إلا البنزين والمازوت، تقي محافظ على سعره عم يغلى 200 ليرة غلى عالمي. نحن اليوم صحاب المحطات حملوا فرق الدولار. أنا عم أحكيكي بكل صراحة والشيء مبين وبعتكم صور وإثباتات لهذا الموضوع، بس نحن منتمنى الحل بأسرع وقت يا أستاذ فادي. نعم نحن منعرف يعني اليوم لما حضرتك تطلع على بر وسائل الإعلام، وما شاء الله ناشط استاذ فادي ابو شقره، يعني على طول عم نسمعك وعلى طول في تطمينات، لا ما راح نسكر المحطات راح تبقى فاتحه، وبنرجع نتفاجئ اليوم بيتفاجئوا المواطنين انه المحطات مسكره، يعني هيدا كمان مش تزعبر على الناس. اليوم بحكيكي بكل صراحه كل المحطات السهريه عم تتوجع على المحطات وعم نقدر نامن، بس اليوم صاحب المحطه ما عم يقدر يامن اكثر من اليوم حاجته بماده البنزين او المازوت، لأنه سبت أحد عطلة رسمية ما قدرت أمنت المحطات والجمعة. ليش ما قلتوا للناس؟ ليش ما وضعتوا الناس بالجمعة؟ لما فينا نوضح هذه الأمور، نحن هذه مش كل ما نلاقي لتر بنزين أو بيطلع الدولار نحن منوضح للناس. نحن اليوم في مشكلة بالبلد، وسعادة المدير هي عم تعاني بهالمشكلة. التعميم الصادر عن حاكم مصرف لبنان للمحروقات 15% دولار، هذا سبب المشكلة. اليوم مشكورة المنشآت عم بتجيب مزود كميات، بس مشكورة عم تعمل شغلة، يعني ما بدنا نشكر حدا، اسمح لي. بس في حاجة السوق ايه يعني اليوم نحن بنعرف هالشيء. نعم على كل حال هيدا يعني موقف يعني مش سليم ابدا من قبل اليوم محطات. انا بما يختص فيي عم بشتري تنكت المزود اليوم من الشركات 15% دولار، على الورقة والقلم مضطرين نلتزم بجدول اسعار اللي بيصدر عن وزارة الطاقة 18000 ليرة. نعم. عم نبيعها ب 18000، بس إذا بتعملي حسابات قديش سعر الدولار بتوقف عليك 19200، بتقولي لي عبيع بخسارة؟ نعم عبيع بخسارة، لنقطع هالمرحلة لنشوف وين رايحين. نعم نحكيها بكل صراحة يعني. شكرا لك يعني المسؤول الإعلامي ومستشار نقابة أصحاب محطات الوقود، مسموح اللي صار
واللي عم بيصير بموضوع المحطات؟ اكيد لا، مش لانه هذه حاجه اساسيه للمواطنين، عم تعطل البلد، عم تعطل البلد وبدون ما قالوا للناس. يعني على القليل كانوا يطلعوا بيانات قبل، تركض الناس على المحطات تعبي، هلا يعني عم بيقطعوا شرايين الوصل. بالضبط. يعني عن جد هيدا شيء مش مسموح. كمان بموضوع، خلينا ناخذ فويس مسج لانه نطرناه كثير قبل ما نحكي عن شركات التامين. صباح الخير، فينا نسال الست عليا بالنسبه لمحطات المازوت اللي بالبقاع اللي عم يسعروا اللتر ب 1250 وما حدا عم يراقبهم ولا حدا عم يسالهم شيء؟ تقريبا كل محطات البقاع تنظم فيهم محاضر ضبط، لانه كان في شكاوى عم تجي وانعمل فيهم محاضر ضبط وراحت على القضاء وبلغت وزاره الطاقه بهالموضوع كمان. نعم، اليوم من الرغيف للبنزين للكهرباء للباركينج لما له لكل شيء بخص المواطن، هيدا بلد وشعبه منهوب وعم بينهب أكتر لأجهزة أمنية ولا قضاء عم بيتحرك. طيب نحن ليش عم ندفع معاشات لأكتر من 300 ألف موظف في القطاع العام؟ يعني دايما بيروحوا وبيجوا على القطاع العام من هنغاريا عم بيحكينا. بتأيدي هالكلام؟ أنا بأيد الكلام إنه كل واحد ما بيقوم بشغله مش لازم يقبض معاشه. نعم، اليوم عم بي في موضوع كمان دخان سيدر، صناعة نعم. لبنانية وشراء بالعملة اللبنانية، عم يطلع سعرها مع الدخان المستورد حسب سعر الدولار. وين الرقابة وحماية المستهلك؟ لا، عم نراقب وعم ننظم محاضر ضبط، وقلت لك هالقد عطينا صلاحيات القانون، ونحن كل يوم عم نحصل على التسعيرة الرسمية من إدارة الحصر اللي هي مسؤولة عن هالموضوع، وعم نتابع الرقابة على أساس السعر اللي عم يطلعه إدارة الحصر لازم يلتزموا فيه. اليوم في سؤال إنه عم نفتش على الرخص، ليش ما بنترك المؤسسات تتنافس على استمالة الزبائن بالعملة عروضات؟ يعني اللي بيبيع كيلو السكر أقل من غيره الناس بتروح لعنده، وين مبدأ المنافسة والاقتصاد الحر؟ أكيد ما حدا مانع هذا الشيء يصير وعم بصير، وبنفس الوقت قلنا لحتى نعزز المنافسة في مشروع قانون راح من وزارة الاقتصاد لتعزيز المنافسة على مجلس الوزراء، واللي بنتمنى أنه يوصل لمجلس النواب يقر بأسرع وقت ممكن. ست علي عباس، بوابة التأمين أغلبية الشركات عم بياخدوا بالدولار، هل يفترض أنه تعملوا شيء بهالإطار؟ صلاحيتنا في لجنة رقابة على هيئات الضمان، هي مسؤولة عن هالموضوع. نعم، وبفتكر طلع التعميم بهالموضوع، بس مش أنا اللي بتابع هالموضوع، مش مسؤوليتي. يعني برأيك اليوم شو لازم يصير بيزر الصرخة اللي اليوم الناس عن جد يعني صرخات الناس عم تتعالى وعم ترتفع، وكل يوم أكتر عن يوم، تهديد بقطع الغاز، تهديد بقطع المازوت، يعني اليوم المستهلك عايش معاناة حقيقية، جشع التجار. مثل ما قالت الدكتورة ندى، هيدي اليوم حلقة اقتصادية متكاملة، للأسف نحن بأسوأ وقت عم يمرق علينا، حتى بأيام الحرب ما مرق علينا مثل هالظروف هيدي. نعم، للأسف. هلأ المطلوب يكون في حكومة عندها صلاحيات كاملة، يكون في مجلس وزراء لحتى تقدر تاخذ اجراءات سريعه، وهالاجراءات بدها تكون محضره، يمكن من هلا يكونوا عم بخططوا شو بدهم يعملوا، لانه ما بقى بنملك طرف الوقت. نعم، فويس مسج خلينا نسمعه. بونجور. بونجور. بدي اعزلك، بدي بس بلغ على المديره انه نحن قدمنا شكوى بالنسبه لمركز تعبئه الغاز بكفرشيما. نعم، خليه بس يخلص. اول شيء بزيت السعر اخذ غالي بوقتها ورجع على 12.5 عم بعبي يعني قارورة الغاز، بعده لحد هلا عم بعبيها على 12.5. قال طلعوا لعنده لا مش مزبوط ونحن عم نضر فيه. اي هو مركز نعم، عم هو عم بشوي فويس مسج بشوي. شو بدك تقولي له؟ هلا بدي ارجع عنه بعد دوري تاني غير اللي راحت لنشوف اذا مزبوط ولا لا. كمان نحن بعكار صاحبين المحطات عم كمان يعني اليوم عم يحتكروا وعم بيخلوا الشعب بلا مزود، كمان بعكار بغلى هالمزود. اليوم لما نعمل نروح على محطة ونلاقي عندها مادة المازوت أو مادة البنزين ومش عم تعبي، عم ينعمل فيها محضر ضبط، لأنه هيدا احتكار، يعني عم تخبي السلعة عن المواطنين، إلا إذا كانت هي مش شارية السلعة وما عندها إياها، ساعتها ما فيني أعمل شيء. نعم، أنتو وزارة اقتصاد وتجارة بتتدخلوا بقرارات بين تاجر وتاجر؟ لا، قانون حماية المستهلك بنص صراحة أنه القانون ما بيرعى العلاقة ما بين محترف ومحترف. نعم، هلأ نقول لك بصراحة، بس لأول مرة تنظم محاضر ضبط ببعض تجار الجملة اللي لقينا أنه كتير استغلوا الوضع، وقلنا أنه رح نبعتهم على القضاء نعتبره إخبار. نعم، اليوم كمان أنه بيقولوا ليش وزارة الاقتصاد ما بتستعمل القوى الأمنية أنه كمان بتساعدها، أنه القوى الأمنية اليوم فيها تساعد وزارة الاقتصاد، هل هالشي مبرر برأيك؟ طبيعي نحن بنستعين بالقوى الأمنية مطرح ما بيتعرضوا للعنف المراقبين، إلهم حق يطلبوا القوى الأمنية تجي تواكبهم. نعم، بس طبيعي مش كل دورية فيكون معك أبو أمن. فويس مسج
انا بروح على مناطق مثلا بحب شوف شو يعني بتفرج على المحلات على المطاعم على الهيدا شوف نسبة النظافة عندهم نسبة كذا. مرة اشترينا لبن طلع محمد تلفنت للوزارة وساعدوني وراحوا على المطعم وعملوا شغلهم يعني. بس انا بدي اسأل فيني انا مثلا روح على وزارة الاقتصاد تعطوني بطاقة مشان اذا انا فتت حكيت بشي محل بشي مطعم بشي شغلة مدام لا ما فيها تعطيكي بطاقة وزارة الاقتصاد فيك تكوني مع الدوريات لانه اليوم ما عندك صفه رسميه لحتى تقدري تعملي الصلاحيات اللي ناصص عليها القانون. بس اهلا وسهلا فيك تكوني مع الدوريات انت وياه هون بتعملوا الشغل مع بعض لانه بيكون معك حدا موظف رسمي هو اللي بيعمل المحاضر واللي بياخذ الاجراءات لانه القانون بيعطيها الصلاحيه. كنا لايف فيسبوك عبر صفحه صوت لبنان فويس اوف لبنان ست عليا عباس المدير العام لوزاره الاقتصاد. انا بدي اشكرك اليوم على كل التوضيحات طبعا ومثل ما قلنا انه هيدا دورك متكاملة دورة متكاملة. نحن ما قلنا جميلة هذا واجبنا اللي عم نقوم فيه هاي مسؤوليتنا نحن عم ناخد رواتبنا لنقوم بهالشغل ونحن ضميريا ما بناكل لقمتنا حلال إذا ما قمنا بشغلنا على أكمل وجه. هيدا الرسالة اللي نحن منعلمها للموظفين وأنا اللي بحب ضيفه بآخر هالحلقة أنه بأكد أنه وزير الاقتصاد كل يوم عم بيكون بالوزارة حتى لو كانت حكومة تصريف أعمال وعم نتناقش بكل المواضيع وناخد قرارات وعم نعمم على المواطنين مثل تعميم توعية وعم نعمم على التجار اللي لازم يلتزموا فيه لأنه هيدي مسؤوليتنا. نتمنى أنه كلنا نتضافر وكلنا نحمل مسؤوليتنا الاجتماعية كان تجار والمواطنين بعرف هن الحلقة الأضعف نحمل مسؤوليتنا الاجتماعية لحتى إن شاء الله بالقريب العاجل نتخطى هالأزمة. شكرا لك المديرة علي عباس. بختام هاللقاء لكم أطيب الأمنيات مني نوالي شعبودة لدى غانم والمخرج جورج العلي. إلى اللقاء.